خليني بس قبل اشوف هاي. اوكي هاي تشابتر. اوكي تمام. طيب هسه خليني بس اعمل شير. شايفين الشاشه يا شباب؟ حدا يتاكد لي بس اللي هو الاوتلاين، كورس اوتلاين هسه اللي كنا ماخذينه احنا، شايفينه؟ حدا ياكد لي بس بعدين نكون معها عمر. طيب هسه هذا الكورس اوتلاين تبعنا اللي احنا كنا ماخذينه، تمام؟ عشان بس ايش دائما نرجع له ونكون فاهمين احنا وين هسه. هسه اول شيء احنا اعطينا introductory to engineering economics، خلصنا هذا، بعدين قلنا البروسيس اللي بيتم فيها عمليه صنع القرار الاقتصادي، صح؟ تمام؟ الكوست، بعدين حكينا على ايش؟ على موضوع الكاش فلو دايجرام، تمام؟ الموضوع الكوست والبنفيت قلت لكم اجلوا لي اياه شوي، تمام؟ لانه مش كثير مهم بكثير مواضيع، فقلت اجلوا لي اياه شوي ناخذه مع الكوست اند بنفيت اناليسيس، تمام؟ بعديها فتنا بالبارت بي، اخذنا على التايم فاليو اوف ماني، شفنا ان المصاري قيمتها مع الوقت، تمام؟ بصير في عليها زياده. وحكينا على الانترست تايب، سواء السمبل اند كومباوند او النومينال والافكتيف، تمام؟ غطينا فيه. حكينا على ايكوفالنس اوف كاش فلو، لما يكون في عندي تو كاش فلو كيف يكون الاثنين ممكن يكونوا ايكوفالنت، تمام؟ وكيف احنا نوجد الشغله هاي. بعديها حكينا على الكومباوند انترست فورمولا، سواء كانت سنجل او اليونيفورم او الجريدينت، سواء اريثمتيك او جيومتريك. هيك بنكون خلصنا الجزء هذا، تمام؟ هسا اليوم بدي ابلش انا استخدم الاشياء اللي احنا تعلمنا هون حتى ايش؟ حتى اعمل كومباريزن، حتى ابلش اعمل كومباريزن، تمام؟ ونشوف في عده طرق موجوده عندي، سواء البريزنت، الانيوال، الريت اوف ريتن، الانكرمنت. طبعا كل واحد منهم، البريزنت هذا جاي عندك شابتر 4، الانيوال اي ثينك شابتر 6، ريت اوف ريتن برضه هاي عباره عن كلها طرق تؤدي، يعني يقول لك كل الطرق تؤدي الى روما، تمام؟ المثل القديم اللي بيحكي زي هيك، كل الطرق هاي المفروض انها تعطيك هي تولز انت بتتعلمها حتى تحل السؤال. في يعني المفروض انه يعني كل الطرق هاي الموجوده اللي احنا راح ناخذها المفروض تعطيك نفس الجواب، بمعنى اخر اذا البي افضل من الاي المفروض، تمام؟ بغض النظر عن الطريقه انك توصل ايش؟ انه البي افضل من الاي وتختار البي بناء على اللي هو الايكونوميك اناليسيس، بغض النظر عن باقي الكونسيدريشن سواء بوليتيكال او الانفايرمنت شو راح يصير فيه او ليجل او بوليتيكال اللي هو اذر ديزاين كريتيريا او ديزيشن، خلينا نقول كريتيريا، تمام؟ لكن بشكل عام هاي الميثودز هي راح تكون هي فعليا ماده الفاينل، فبدكم تركزوا لي فيها وهي الاشياء الاساسيه. راح يكون في جزء من ماده الميد بسيط، لكن اغلب الرك راح يكون على ايش؟ على كيف اعمل انا الكومباريزن. والموضوع هون بسيط مش موضوع صعب، بس لكن خلينا نفهم احنا، تمام؟ كيف ممكن انه انا مثلا يصير في عندي كومباريزن قبل ما نبلش، شو يعني كومباريزن؟ تمام؟ لو انا بدي اختار الشغله، افترضوا شغله، تمام؟ لو افترضت انا في عندي مصنع اسمنت، تمام؟ سمنت فاكتوري، واحد من مصانع الاسمنت الموجوده اللي هو لافارج ولا وريفر الموجود موجود الان او المناصير او كذا، واحد من المصانع هاي في عندهم، تمام؟ بدهم يحدثوا خط انتاج، يعني في عندهم ماكينه بدهم يجيبوا ماكينه بدل ما هي مانيوال سواء ليث ماشين او وريفر ماشين، هاي بدهم ايش؟ بدهم يحدثوا الماكينه هذه، تمام؟ فراحوا شو راح مدير المشتريات؟ جاب ايش؟ ماكينه، الماكينه الاولى هاي سماها A براند A والماكينه الثانيه براند B، تمام؟ انا للتبسيط راح افترض انه الاثنين الماكينتين هذول لهم نفس العمر، اللي راح افترض انه العمر هاي 0 1 2 3 4، يعني كل واحده منهم عمرها الافتراضي 4 سنوات. هاي 0 1 2 3 4، تمام؟ معي شباب؟ معي صبايا؟ طيب هسه انت لما تروح تشتري ماكينه، صح؟ شو بدك تساوي؟ بدك تدفع مبلغ. لو افترضنا انه هاي كلفت 10,000 دينار، الماكينه A، الماكينه B، تمام؟ كلفت 7,000 دينار. راح يجي واحد يقول لي هاي 7,000 وهي 5,000، تمام؟
معناتها بدنا نختار ايش على طول بدون ما تفكر، هاي هاي اغلى بدناش اياها، نختار الارخص صح. بقول لك لا، احنا هون انجينيرنج ايكونوميك، فانت شو بدك تسوي؟ بدك تشوف شو كل ماكينه بدها. هسه الماكينه هاي اللي هو قلنا ايش، هاي اول شيء اللي كانت الكوست. طيب هسه كل ماكينه فيهم تمام، شو راح تعمل لك؟ راح تعطيك بدها صيانه سنويه. لو افترضت ان صيانه الماكينه هاي عباره عن 300 دينار كل سنه تمام، هاي مينتنس صيانه الماكينه هاي تمام، اللي هو افترضنا هذه ام مينتنس، ها مينتنس كوست ام سي راح اعتبرها هاي، هي راح صحيح ارخص بس الصيانه تبعها بدك كل سنه تدفع افترض عباره عن 800 دينار بين زيوت وبين يعني كل شوي بتخرب تمام، وبالتالي بدك انت تدفع 800 دينار كل سنه. واصل؟ بس راح يقول لي واحد طيب 8 في 4 هي 3200 و7 هي 10000 تمام؟ وهي اساسا الكوست تبعها 10000. طب 10000 وعندي هون 1200 يعني 11200. طبعا لسه انا ما دخلت موضوع التايم اوف ماني، معناته انه ارجعهم كلهم للزيرو واستخدم الفورمولا، لسه انا قاعد بس بحسب لي ايش واحد بسيط يعني مره، لسه مش ماخذ انجينيرنج ايكونوميك. طيب هسه الماكينه بعد 4 سنوات بيكون في لها قيمه لما تيجي تبيعها تمام، بتبيعها سواء خرده او سواء كذا، بس لما تيجي تبيعها بتبيعها يعني في حدا ثاني بيشتريها صح. فهون هاي لما انت تبيعها بسموها السالفج فاليو اس في، السالفج فاليو هون تبع ال 10000 بتبيعها ب 5000 بنص القيمه، زي سياره مرسيدس لما تيجي تبيعها بتثمن، بس تعال الكوري ما تبيعها بتخسر كثير فيها تمام. هاي لما تيجي تبيعها السالفج فاليو تبعها تمام، راح تلاقي انه هو بس 500 دينار تبتاع تمام. طيب انا سؤالي اي الترناتيف يعني سؤالي هسه راح يجي لعندك اللي هو الجنرال مانجر تبع الشركه تمام، يسالك السؤال التالي يقول لك ويتش تمام equipment، شو يعني which equipment؟ يعني A or B تمام is the best alternative، يعني نشتري A ولا B بكل بساطة، شو رأيكم؟ ايه دكتور. طب كيف حسبت انت؟ راح تقول لي مبين صح؟ مزبوط. بدل 5000 هاي خليني اعطيك هاي 2500. طب بدل السالفج هاي فاليو بدل 2500 لو اعطيتك اياها 1500. برضو نفس الشيء. بتصير شوي الامور ايش؟ مش واضحة. لأنه أنت ما بدك تجمع زي هيك على طول، لازم ترجعهم كلهم للزيرو. صح؟ فال 1500 هاي بدها ترجع للزيرو، بدها تصير 1400 او 1200، وتجمع هذول ال 300 هذول هاي مجموعهم 1200، لما ترجعهم لهون تمام بجوز يكونوا حوالي 1000. 10000 ناقص 1000 وشوي و1000 يعني بتصير هاي 8000 الكوست تبعها اليوم. هاي الكوست تبعها بيختلف شوي، 7000 شيل 500 بدها تصير 400 وشيل منها 800 هذول بيطلع. فبدك انت تشوف ايكونوميكلي في اكثر من طريقه حتى احنا نجاوب على السؤال هذا. اوكي، هذا هو المقصود. عشان هيك احنا كل اللي علمناك اياه قبل سواء نعلمك شو يعني كاش فلو دايجرام صح، كيف تحول السنجل هاي توديها للزيرو، كيف تحول الانيوتي هاي تجيب ليها للزيرو، كيف تنقلهم كلهم للفيوتشر تمام، كل هاي حتى انت تعرف ايش سعرها اليوم او سعرها بعد سنه او بعد 10 سنوات تاخذ النت. واصل؟ طب في شغله ثانيه هسه، ممكن كمان الماكينه هاي صحيح على مينتنان كوست بس في لها ريفينيو، كل سنه بتجيب ريفينيو، يعني هاي مثلا بتزيد الانتاج، فلما انت حسبت الريفينيو اللي طالع معك من الماكينه هاي بتعطيك 1000 كل سنه، هاي بتعطيك 500 بس كل سنه، شايفين؟
فلما بتغير الكاش فلو بس بالنهايه انا بتعامل مع كاش فلو هون وبتعامل مع كاش فلو، فهمنا؟ فانا هسه بناء على الكاش فلو هاي، سواء خلينا نقول السالفج فاليو، المينتيننس كونست، سواء الريفينيو او الارباح تبع الماكينه هاي، سواء الانيشال كوست تمام للماكينه او للمشروع، بدل ما كانت ماكينه ممكن تعمل انت مشروع تمام. فهذا هو كيف احنا ممكن، يعني في عندنا اكثر من طريقه كيف انا ممكن اختار ايكونوميكلي افضل واحد فيهم. فهمنا شو 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 يعني الشابتر هاد؟ مهم جدا ان تكون فاهم الشابتر هاد شو يعني. طيب ممتاز، خلينا هسه نفهم هسه. طيب لما انا هسه افترض انه في عندي ايش بدي اعمل تحليل حتى اشيك مين البيست الترناتيف او اجاوب على السؤال هذاك، في خطوات معينه تمام لازم انت تشتغل عليها، اللي هي موجود عندك سيستماتيك تمام، ايكونوميك اناليسيس تكنيك. احنا قبل كنا اخذنا 9 خطوات، هاي مشابهه لها اولموست مشابهه لها تمام، بس بشكل مختصر. اول خطوه موجوده عندك هون بيقول لك ايدنتيفاي انفستمنت الترناتيف. زي ما احنا حكينا قلنا في عندنا ماكينه A وماكينه B، افترض انه ماكينه سيمنز وماكينه مصنع صيني، هذول تو ارناتيف بدهم يحلوا نفس الفانكشن، يعني هذول الماكينتين بدهم يحلوا نفس الفانكشن، او ممكن يكونوا بروجكت تمام. طيب هسه بعديها في شيء بسموه ديفايننج البلاننج هورايزون. شو البلاننج هورايزون؟ هاي الفتره اللي انا بدي اقارن فيها الماكينتين. اذا كانوا اثنين لهم نفس العمر اسهل شيء، بس لو في ماكينه عمرها 7 سنوات وماكينه عمرها 5 سنوات كيف بدي اقارن بيناتهم؟ راح يصير الموضوع شوي مختلف، انه الكاش فلو الاول الان تبعه بيختلف عن الكاش فلو الثاني، كيف ممكن نتعامل مع المشكله هاي؟ بعدين بده يقول لك بدك سبيسيفاي الانترست ديسكاونت ريت او الاي تبعك. راح نتعرف على شيء بيسموه المار، المينيمم اتراكتيف ريت اوف ريتن، مار اختصار تمام. نعرف شو الاي اللي بيستخدم في الكومباريزن، نشوف شو هو هذا تمام، ونتعرف عليه وكيف ممكن نحسبه او على الاقل نقدره تمام. بس يكون في عندي انا هيك بيكون خلاص انت الكاش فلو عندك الاثنين وحدتهم، صرت انت بتشتغل على نفس الكاش فلو نفس التايم هورايزون او البلاننج هورايزون، وبرضه حددت المار الاي الافكتيف اللي انت بدك تشتغل عليه تمام. هسه بعديها شو بدك تساوي؟ استيميت الكاش فلو، الكاش فلو اللي هي البيمنت، سواء الكوست ريفينيو مينتنن كوست سالفج فاليو، بدك تحطهم على ايش؟ على الكاش فلو، بحيث انه يصير بالنهايه عندك كاش فلو زي اللي انا ورجيتك اياه تمام. بعدين بدك ايش تساوي؟ تستخدم كومبير الالترناتيف يوزنج واحده من الطرق اللي بنعلمك اياها خلال الفصل هذا تمام. بعدين بيرفورم تلمتري اناليسيس يعني كمان تاكيد، واخر شيء تعمل ايش؟ سيلكت للخيار الافضل اقتصاديا تمام. زي ما احنا ملاحظين في كثير خطوات تشترك مع اللي كنا راشنال ميثود اللي اخذناه في شابتر 1 تمام. طيب خلينا نيجي هسه على النوت، برضه انا كنت معطيك اياها بارت 2 بيقول لك هون ايكونوميك ايفالويشن اوف بروجكتس. طيب انا كيف انواع المسائل اللي ممكن تجي لعندي تمام؟ في عندي البروجكت اللي ممكن اخذه منها، يا اما انه المدير تبعك مثلا، انت بتكون مدير مالي ومطلوب منك تقيم مشروع لحاله، يعني بيقول لك في عندنا مشروع احنا هسه شركه مثلا اسكان تمام، بيقول لك في قطعه ارض مثلا بشارع الرهبات او مثلا بايدون تمام، شو رايك نشتري الارض هاي او لا على اساس نعمل عليها اسكانات؟ طب لو اشترينا الارض هاي بيكون في سؤال ثاني، نعمل عليها فندق ولا نعمل عليها اسكان؟ اي وخيار من هذول راح يكون ايش؟ اقتصاديا افضل. راح شو يعني اقتصاديا افضل؟ يعني راح يعطينا عوائد اكبر صح؟ طيب هذا لو اجاك يا زي هيك. طب افرض انه اجاك ملتيبل بروجكت بنفس السنه، مطلوب منك تقيم ملتيبل بروجكت يعني اكثر من بروجكت. الملتيبل بروجكت هذول احنا بنقسمهم لنوعين، النوع الاول اللي هو ماتشولي بسموه اكسكلوسيف وفي اندبندنت. عشان نفهم الفرق بيناتهم خليني اعطيك المثال التالي تمام. افرض انه انت هسه بدك تشتري ايش للبيت، عم بتاسس البيت تبعك تمام اوكي. لو افترضنا هسه بدك تشتري غساله تمام، في عندك غساله ال جي وفي عندك غساله مثلا سامسونج تمام.
التنين هذول هل انت هسه لما تروح انت وست البيت على معرض شو اسمه معرض الكهربائيات تمام، لما تروح انت وياها بالنهايه هل راح تشتروا الغسالتين مع بعض؟ يا راح تشتروا ال جي والسامسونج؟ هذا يجاوبني لا. يعني هاي غساله ال جي وهي غساله تمام سامسونج، لما انت وست البيت تاخذوا الكتالوج تبعها بتشوف فتره الضمان، بتشوف السعر تبعها، بتشوف برضه المواصفه تبعها، بتشوف قديش عدد اللفات، بتشوف هل فيها اهتزازات ما فيها اهتزازات، عم بتقيم المواصفات والسعر صح وقديش العمر تبعها. هل انت بالنهايه راح تاخذ الغسالتين؟ هذا جاوبني. اختار عبيده. لا دكتور. شو بدك تساوي؟ اختار غسالة واحدة. غسالة واحدة. لما انت تختار غسالة واحدة بيكون في عندك 10 غسالات، 10 انواع، بدك تختار غسالة واحدة بنحكي ماتشولي اكسكلوسيف. معناتها انت مطلوب منك تسلكت ايش؟ 1. معك خيار واحد. لأنه كلهم بيعملوا نفس الفانكشن. طيب، الاندبندنت افرض انه انت هينا على نفس مثل شو اسمه الاثاث، انت عم بتقيم تمام غساله، عم بتقيم بدك تشتري غساله تمام وبدك تشتري تي في تلفزيون، هذول هل هم ماشوا اكسكلوسيف ولا اندبندنت؟ يعني هل شراء الغساله بياثر على شراء التلفزيون؟ حدا جاوبني. لا ما بيتم دكتور. ما في علاقه، ما في علاقه، وبالتالي لما انا بدي اقيم كل واحده فيهم ايش لحال صح، في عندي اكثر من نوع من الغسالات بختار واحده من الغسالات، خلاص خلصنا موضوع الغسالات، بدنا نروح على التلفزيون هسه، بدنا نروح ايش نشتري من كذا انواع موجوده عندي تمام، سواء ال سي دي ال دي وريفر مكان البراند موجود، بروح بقيم ايش التي في لحال، بس الاثنين لا يوجد علاقه بيناتهم، ما في علاقه، ولذلك نحكي اندبندنت. هسه الاندبندنت تعاملها تمام زيها زي السنجل بروجكت، يعني كانه انت بتاخذ كل بروجكت لحال. تعامل الماتشوال اكسكلوسيف مع الاندبندنت بيختلف تمام، بيختلف من حيث طريقه الحل. لكن الاندبندنت سواء انت بتقيم مشروع لحاله او بتقيم مشروع تمام كل مشروع لحال، في عندك 5 مشاريع بس انت كل مشروع لحال تمام، فهذول نفس طريقه الحل نفس البروسيجر، لكن لما انت تقيم تمام خيارين او 3 خيارات بيقضوا نفس الوظيفه فانت بدك تختار واحد، لا طريقه الحل عنا بدها تختلف. واصل تمام، هاي اول فكره. طيب هسه بالنسبه للماتشوال اكسكلوسيف اللي حكينا فيه، هاي اللي انا بدي اختار واحد، في عندك الاسئله ممكن تجيك نوعين، يا اما يكون اثنين لهم نفس اللايف زي الماكينه اللي حكينا بدايه شنو كان ماكينه الاي وبي لهم نفس عدد سنوات لأربع سنوات وبعديها بتبيعها، أو لا بيكون إيش different life، يعني واحد 4 سنوات وواحد 6 سنوات، هون بيكون في عندك مشكلة لأنه أنت أي عدد سنوات بدك توحد عليه، زي مثلا يعني مثلا لما يكون عندك نص تمام زائدا مثلا 3 على 2 على طول تجمع، هون بتقول مثلا هاي عبارة عن 4 على 2 لأن المقام موحد، لكن هون نص زائدا ربع شو بدك تساوي؟ بدك أول شيء توحد المقامات. نفس الشيء بالنسبة هون للتحليل تبع الديفرنت لايف، بدك أول شيء توحد الفترة الزمنية اللي أنت بدك تقارن بيناتهم قبل ما تبلش شغل، بعديها بتبلش شغل تمام. طيب تمام ممتاز، هسا خلصنا وعرفنا شو أنواع الماتشوال اكسكلوسيف والاندبندنت، تقول لنا أنه هو زيه زي السنجل بروجكت تمام. هسا في عندي إيش يعني لو انا بدي الخص هسه الحكي اللي كنا ماخذينه، افرض انه انت في عندك هسه انت مدير شركه واحده من الشركات، في عندك ديفرنت بروجكتس، يعني في عندك اول شيء كل سنه تيجي انت باخر السنه بدنا نحكي عن المشاريع اللي بنعملها السنه الجايه، اذا انت شركه مقاولات تمام ممكن تقول السنه الجايه احنا بدنا نبني فنادق لانه يمكن يصير في طلب، بدنا نعمل اسكانات عددهم تمام، كل الشغلات اللي لها علاقه بايش
بالبروجكت تبع السنه الجايه. هسه في مشاريع نت فاليبل، يعني انه انت لما قارنتها تمام، يعني مثلا عدد السكنات الموجوده مثلا هسه باربد اكثر من الطلب، فانت واحد بيقول لك السنه الجايه بدنا نعمل سكنات، يا سيدي ما السوق مليان، انت كمان بدك تعمل سكن؟ فهي نت فاليبل. ايش اللي فاليبل؟ اللي هو ايش ممكن يجي لك، ايش خلينا نقول يعطيك عوائد او في عليه طلب السنه الجايه. فهي البروجكت الاول، الثاني، الثالث، اي شيء بروجكت بروبوزل يعتبر الترناتيف بتطلعه برا. تمام. في عندك برضه بروجكت مهم اللي هو بيسموه دي ان او دو ناثينج. شو يعني؟ يا سيدي انا ما بدي استثمر مصاري، بدي اخليهم في البنك 5% 3% بس، يعني مصاري محفوظات، لا ريسك ولا محزنون. تمام. هسه البروجكت الموجوده، فدائما الدو ناثينج حتى لو انت بتقيم بروجكت لحال بدك يكون الخيار كالتالي: اعمل البروجكت هذا الموجود معي تمام، او ما اعمل شيء اخلي فلوسي بالبنك وديعه. اذا كان البروجكت هذا راح يعطيني ارباح اكثر من البنك بروح بعمله، اذا لا البنك بيعطيني افضل شو دخلني على وجه الراس، خلي مصاري بالبنك. واصل؟ انا بحكي ايكونوميكلي. طيب الماتشولي حكينا البروجكت هذول بدك انت تفصلهم ماتشولي اكسكلوسيف او اندبندنت. الماتشولي اكسكلوسيف شو القاعده؟ بدك تختار واحد من الخيارات الموجوده عندك، واحد من هذول الموجوده عندك بدك تختاره اللي هو ايش يكون الافضل اقتصاديا. هون ممكن انت تختار الاول والرابع والثالث، يقول لك سيلكت اول بروجكت اللي هم ايش ميت الكريتيريا. يعني مثلا بيجي لعندك صاحب الشركه بيقول لك اي بروجكت راح يعطيني اكثر من 10% اختاره، ولو كان هذا عباره عن 15% هاي 8، هذا عباره عن 7% تمام، هذا عباره عن 11%، هاي عباره عن مثلا افترض عباره عن 13%، فانا باجي بقول هاي 13% اكبر من 10 اموره بالمية، هذا ما بيزبط معي، هاي 8% ما بيزبط معنا، هذا بيزبط وهذا بيزبط. فاي بروجكت تمام، على افتراض انه انت عندك مصاري تعمل كل البروجكت هذول، لو ما عندك مصاري تختار اللي بيعطيك اعلى انترست وتبلش فيه وبعدين ايش بتنزل. تمام. فهاي حكينا ايش على الانواع هاي. طيب اخر شغله بدي احكيها اليوم بعدين بنحكي بالامتحان وبالعلامات. تمام. بدي احكي على انواع المشاريع. طبعا هون بيعرف لك الفرق بين الماتش والاكسكلوسيف. تمام. اللي هو لازم انت تختار هون يعني سيلكت وان اونلي، بيقول لك يعني واحد من الفاليبل بروجكت كان بي سيلكتد اونلي وان. هون لا، مور ذان وان بروجكت كان بي سيلكتد، لانه ما لهم علاقه ببعض، ما في ريليشن بيناتهم، عشان بيقضوا نفس الوظيفه مش نفس الماكينه عم تعمل نفس الفانكشن. تمام. لا طيب كمان الدو ناثينج هون عرفنا اللي هو الدي ان دائما احنا بنحكيه. تمام. هو الخيار انت ما تعمل شيء، خلي فلوسك في البنك والسلام عليكم، وهذا دائما لازم يدخل معي ايش بالخيار. في شيء برضه المار حكينا عنه بس بدنا نحكي عنه بالمحاضره الجايه بالتفصيل. تمام. في كمان شغله مهمه اللي هو ايش، انا الالترناتيف كاش فلو ممكن يكون عندك البروجكت، لو انا بدي اقسمهم برضه بده يكونوا نوعين. في بروجكت تمام بيكون فيها ريفينيو ارباح وفيها كوست، في بروجكت ثاني بس بيكون كوست. يعني مثلا الدوله بدها تعمل مثلا بدها تعمل مدرسه، انت كل شيء بتعمله الدوله بالنسبه للدوله هاي، سواء اشتريت خلينا نقول قطعه الارض او دفعت للمقاول حق البناء او برضه اللي هي ثمن المواد اللي انت استخدمتها، كل هذول عباره عن كوست. هسه ما راح يكون في عندك بنفيت، يعني مصاري راح تجيك من المدرسه هاي، اوكي راح يجيك ناس متعلمين راح يجيك كذا، هذا بنحسبوا بنفيت بس ما بيكونوا بالكاش فلو عباره عن مصاري. تمام. خلينا نقول بالكرنت ستيج انه كل شيء بالنسبه لك هذا كوست. تمام. لو كان عندي واحد بكلف مدرسه، لو ما حسبوا لي اياها اوبشن كلفت 10,000 وفي مدرسه ثانيه بتكلف 8,000، تعمل نفس الفانكشن، الاثنين بيعملوا نفس البنفيت، عم بيعطوا نفس البنفيت. يعني بمعنى اخر انه عم بيسعوا 1000 طالب، يعني نفس الكباسيتي نفس كل شيء. فانا هسه لما باجي بختار اختار اي واحد يا شباب صبايا، اي اوبشن ثمان تلاف. ثمان تلاف. الثمان تلاف معناتها لما انت تيجي يكون البروجكت كلها الموجودة عندك او الخيارات عبارة عن كوست، بدك تختار المينيمم كوست، المشروع اللي يعطيك المينيمم كوست. طيب لما يكون في عندك كوست ريفينيو، يعني ماكينة انت اشتريتها في عليها كوست ب
بس عم بعطيك عوائد، يعني معناته انه الكاش فلو هون يكون في عندك كوست وفي عندك ايش ريفينيو، يعني في بلس وفي ماينس. شو بدك تاخذ؟ بدك تختار البروجكت اللي يعطيك الماكسيمم ماكسيمم بروفيت، صح؟ اكبر ربح اللي هو بيسمي عندك ريفينيو ماينس الكوست، واصل؟ يعني هون القاعده لما يكون كلهم كوست بختار اقل واحد بيعطيني كوست، منطق؟ طب لو عندي انا اكثر، عندي كوست وعندي ريفينيو، لا بدي اجمع الكوست الريفينيو اللي موجود عندي عند الزيرو واجمع الكوست اللي عندي عند الزيرو واطرحهم من بعض عند الزيرو، وبالتالي البروجكت اللي بدي يعطيني ماكسيمم بروفيت هو اللي بدي اختاره، واصل؟ تمام. انا هيك بكون ايش خلصنا الانترودكشن تمام للجزئيه هاي للبارت 2. المحاضره الجايه بكره ان شاء الله بنبلش بالجد، بس انا بيهمني انه انت تكون فاهم الكونسبت، انه شو علاقتنا احنا بالقصه هاي كلها، شو علاقه ليش انا بدي ادرس الشغله هاي حتى ايش اقدر اكمل فيها. اوكي طيب، نيجي هسه على الامتحان. طيب بالنسبه للامتحان، بدايه الاعلى علامه كانت عندي بالامتحان تمام كانت الماكس 28 علامة تمام من 30. المينيمم مش متذكر صراحة، الأفريج كان تقريبا في حدود 13.5. فأنا هسه في عندي سؤال تمام، يعني وحاب أن أنا أعرف الامتحان، هل كان الامتحان صعب؟ يعني بدك تحكي لي رأيك بصراحة، مهم بدي أعرف أنا فيدباك، هل هو كان صعب؟ ولا الاشياء اللي مثلا كانت اغلب الاسئله من الهوم وركس ومن الاكزامبلز ومن النوتس، يعني الاشياء الموجوده قدامك. بالنسبه للامتحان في تقريبا نحكي في 7 اسئله زي من الهوم وورك هذه الطبيعي، وفي تقريبا عندك 5 اسئله هذول حفظ، 6 اسئله كانه يعني مش حفظ، يعني من ايش اللي انت بتقرا السؤال تعرف هذول النظريات بدون ما اكتب شيء، يعني هاي 7 وهاي 8 صح تقريبا، يعني هاي 15 لا اكثر لا 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 دكتور شوف، يعني تقريبا في عندك يعني 12 سؤال هذول اللي عاديات بين عاديات، يعني 12 من 18 هذول عاديات برايك؟ ها في عندك 6 اسئله دكتور هذول بيجي من نص الامتحان، لا هم اخر امتحان ولا هم بدايه امتحان، يعني هذول اخذوا منه وقت كثير، حتى في يعني مثلا اخر 4 اسئله تقريبا الكل حلهم، او اللي في ناس ما قدروش يحلوهم ليش؟ لانه ما وصلوهم. يعني احنا نحكي يعني تقريبا من 4 ل 6 اسئله هذول حسب كل طالب وطالب حسب اجتهاده، صح؟ حسب يعني قديش هو يعني خلينا نقول متدرب بحل بسرعه او ما بحل بسرعه، صح؟ يعني لو انا بدي افترض، لو انا مثلا اعطيتك ساعه ونص، لو انا اعطيتك ساعه ونص يمكن الكل جاب 30 او خلينا نقول فوق ال 25. اكيد نعم اقل، يعني طيب. انا تعرف شو اللي عملته؟ لما اشوف الوقت لما اشوف الوقت معي دكتور ضيق، يعني انا حتى لما فتت ضل علي 5 اسئله، شوف ضل معي ربع ساعه يعني تقريبا حتى 7 دقائق، قلت خلص راح الامتحان بعدين. طيب انا بدي احكي لك شغله، بس انه بدايه الامتحان يعني هيك انا ما كنت احاول بالسؤال كثير، يعني اذا انا بدي احكي شغله بس بالنسبه للتعقيب على كلامك، هسه كل سؤال السيستم بيعطيني افريج، ما في ولا سؤال ما حلوا 5 أو 6 طلاب، ما في ولا سؤال، معناتها حتى ما في سؤال اللي هو صعب اللي ما بينحل تمام. لكن كان موضوع تدريب، انه في طالب متدرب كثير جاب 28 وجاب 25 وجاب 27 وطالب يدوب بس يعني طلع على النوتس. كم طالب جاب دكتور فوق ال 20؟ خلينا هسه انا سمعت من رايك دكتور، حاطط بالك تزيدنا بونص؟ في بونص على أساس موضوع الوقت، لكن أنا حاب أسمع منكم كمان، مين عنده رأي ثاني كمان بالنسبة للامتحان؟ أول شيء احكي لي على الصعوبة، هل هو صعب أو سهل؟ والشغلة الثانية موضوع الوقت باختصار. دكتور مش إنه امتحان صعب، بس امتحان فيه أفكار جديدة يعني في أفكار دائما بحكي بأمانة، بدك تحكي رأيك ففي أفكار لو كان معنا كمان أكثر وقت ممكن يعني صبرت على السؤال وفكرت فيه. طيب لو انت حليت الهوم ورك، لو طلعت حليت انت اسئله الكتاب، هل في افكار منهم موجوده بالكتاب؟ صح
صراحة ما حليت كثير من أسئلة الكتاب. يعني تشابتر 4 في 120 سؤال، لو أنت حليت منهم 30 أو 20 تكون غطيت الأفكار كلها، صح؟ ترى أنا حليت تقريبا، أنا حليت تقريبا 20 سؤال والله، ما يعني مش كل هاي. صدقوني ما في سؤال، ما في سؤال، ما في سؤال إلا من الكتاب أو من النوت. ما أقدر أجيب أسئلة من برا. ما هو دكتور أنا مش قايل لك جايب اليوم المريخ، وإحنا مش زي طلاب التوجيه. لا مش القصد. هو الغرض، الغرض إن أنت تتعلمه، تمام؟ الغرض إن أنت تتعلم. دكتور كمان في مشكلة إنه الكتاب ما فيه حل، ما فيه حلول للمشاكل. كيف يعني؟ مش عارف ما في حل قصدك؟ حتى ولو حل. للأسئلة يعني. المادي والتبع الكتاب مش عنا. بالضبط يعني إحنا ممكن نحل السؤال اللي أدب الامتحان. بس احنا مش عارفين اذا حليناه صح ولا لا. طيب احكي لكم شغله، معتز تواصل معي بعد المحاضره بعطيك المانيوال. شو بدكم اكثر من هيك؟ بس مشكله المانيوال مرات انتم بتصير تطلع السؤال بتقول والله حله سهل فما بتحله، فبالتالي لما تروح على الامتحان بتكون شايف الحل او متذكر بس ما حلته بيدك، بالتالي بتغلط فيه. لكن انا مني بعطيكم اياه المانيوال، ما عندي مشكله ما دام بدك انت تحل وتتاكد، خذ المانيوال يا سيدي. ولو اداك حتى هوم ورك راح يجيك من الكتاب، وبدك تنقل انقل، بدك تتعلم تتعلم، ما في تعليم. مهندس طول الوقت كان ضيق، بس انه بتجرب مرتين بالسؤال حتى مشكلة. مره ترى انت شو ما جربت راح تلاقي الجواب عندك، شو ما تغلط، لانه الامتحان كتب بالطريقه هاي. انا بدك انت حافظ ولا بتجرب؟ بس بتجرب، يقول مجربه هيك بيطلع معك، لازم انت تكون عارف الجواب. طيب بشكل عام انا بديش اطول اكثر من هيك، تمام؟ انا بدي ازيد بونص هسه، المفروض ما اكسب، ما ازيد علامتين انا، لأنه على أساس سيرها 30، فأنا راح أزيد 3 علامات، أوكي؟ فهاد راح يطلع له علامة بونص، تمام؟ راح يصير 31، يعني علامته 30 والعلامة بونص بحط ليها على هومورك أو على كويز، تمام؟ الأفريج بده يصير حوالي 13.5، وتشيز فير، تمام؟ أنا بالنسبة لي دائماً عندي، خلينا أكمل، لا تقاطعني، تمام؟ أنا بالنسبة لي دائماً وأبداً الفاينل هو الفاينل. في طلاب عندي كانوا مجمعين بالداينامكس لما كان ماخذي، كان مجمع 45، وبالفاينل لما اجيت جمعت على علامته جاب سي ماينس او سي بلس. وفي ناس كانوا مجمعين بالأربعين، بداية الأربعين او 39، جاب بالفاينل 45 واخذ مش العلامته، اخذ العلامة اللي فوقيها، يعني كمان رفعته كير، يعني لو كان هو جايب اي ماينس اعطيته اي. فالفاينل هو الفاينل، فلا يأس ان تقول والله انا علامتي قليلة، علامتي كذا، تمام؟ ما تنسى برضو إن في عندك هوموركات، أنا شايف كل هوموركس مش في يعني بتركزوا فيه، حضور غياب بتروح عليكم، يعني هاي 5 علامات حضور غياب، 5 علامات هومورك في كويزز. لما أنت تيجي تضيعهم من يدك بتكون أنت بتيجي الفاينل ما عندكش تجميع، ودكتور أنا خريج ودكتور أنا كذا، فحاولوا أن تجمع قدر الإمكان أكثر عدد من العلامات، تمام؟ هاي نصيحة لما بحكي كأخ. وبعدين بالنسبة لعلامة المد شو ما كانت خلاص ما تحطها ببالك، تمام؟ انا بتطلع مش على علامه الميد، بتطلع على علامه الفاينل، لان الفاينل بيكون شامل الماده كلها من A to Z. انا بشوف والله واحد كان مجمع 49 وبالفاينل جاب لي 20، معناته هذا مش فاهم شيء، في شيء غلط. لكن واحد والله صحيح كان مجمع يعني 32 بس بالفاينل شد حيله وجاب علامه كويسه، فانا بضبط الوضع العام. واصل؟ هذا اللي انا كنت حاب احكيه. خلوني بس اخذ حضور غياب دكتور. متى العلامات بدها تنزل يا دكتور؟ العلامه موجوده، انا هسه بدخل على السيستم وبخليك تشوفها، تمام؟ اللي عنده مشكله بالعلامه تمام، يعني مثلا واحد كان متوقع والله 25 وجايب 10، تمام، عادي فيل فري تواصل معي بس اليوم بعد المغرب، تمام؟ الريفيو مش فاهم مهندس، مش فاهم ايش الريفيو، انه تشوف اجاباتك شو صح شو غلط. لا انا راح يعني راح يكون وضعك التالي، خليني بس اخذ حضور غياب، تمام؟ بقول لك انت هسه عندك مشكله بالعلامه، تيجي والله بتواصل معي تقول لي مهندس هيك الموضوع تبعي، بقول لك نفتح الامتحان تبعك، بقول لك والله انت غلطت هون غلطت هون غلطت هون، اذا انت بدك علامتك متى. بس زي ما قلت لكم العلامه هي من السيستم، زي ما طلعت اخذناها هاي 27. هسه في عندي بس حضور غياب اخذه، اللي بده يضل بعدين براحته. عندي أنس المومني بسرعة. أنس مروة محمود مروة
عبد الله، عتوم، باسل، عبيدات، باسل، عبيدة، ناصر موجود، يمان موجود، عمر، محمد موجود دكتور، لجين دكتور، لجين موجودة موجودة. طيب كرم، هاني كرم، علي، أحمد، أبو ناصر موجود، أحمد، موفق موجود، جنيد، جنيد هذا شكله ضروري يتواصل معي، بلغوه خليه يتواصل معي ها؟ ضروري. لؤي، محمد موجود، جهاد، أسامة موجود، محمد، لطائفة موجود، عدي، خالد. طيب رهف، نعم. رهف مومني موجودة. طيب حمزة، عادل موجود، كريم، كريم محمد موجود مهندس. طيب عادل، عبد الكريم، عبد الكريم موجود. طيب هون من عندي أوكي، أنس، أنس، أنس محمد موجود، أسامة، سامح موجود، حسن موجود. حسان، حسان، حسان أبو شرمة أو شمة موجود، حسن أبو شمعة دكتور موجود، شمعة، شمعة سوري، شمعة. شريف ماهر موجود دكتور، عمر، وسام، عمر، فارس، حيصات، وفارس هذا خليه يتواصل معي ضروري. المليحات، معتز موجود، معتز، مها، اسماعيل موجود، مها موجودة، نمارق، نمارق. طيب نداء، خلدون، نعم موجودة، رنيم، نعم موجودة. أنا هيك خلصت حضور غياب، في حدا ما دعيت اسمه؟ طيب أنا راح أرجع بزوم ثاني، تمام؟ اللي حاب يسأل موضوع الامتحان بعد، اللي عنده مشكلة عنده كذا راح أكون موجود نص ساعة، أوكي؟ وبرضه راح أكون موجود اليوم تقريباً بين الستة والسبعة، تواصل معي لو عندك مشكلة قول لي هيك، وبنحدد وقت اللي أنت إذا بدك تراجع أو تشوف العلامات تبعك السيستم. مهندس خلص هسا اللي خلص يقدر يطلع؟ خلص أنا هيك خلصت. طيب والعلامة بنقدر نروح نشوفها هسه؟ هسه انا بدخل على السيستم بعد، نعم هسه تشوفوها. يلا تمام.